إليك طريقة الإيداع لتمويل حساب التداول باستخدام محفظة سكريل. سجل الدخول إلى حسابك عبر بوابة العملاء باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على إيداع من الشريط الجانبي، ثم اضغط على خيارات الإيداع. اختر المحفظة أو حساب التداول الخاص بك على منصة MetaTrader 5. اختر العملة وادخل المبلغ المراد تحويله. تأكد من تطابق اسم حسابك وتفاصيل الدفع. إن شركة إكويتي لا تقبل مدفوعات من أطراف ثالثة، وستؤدي التفاصيل غير الصحيحة إلى رفض عملية الإيداع. اضغط على أيقونة سكريل أو اختر مزود المحفظة لتحديد طريقة الدفع. أدخل اسمك الكامل ثم اضغط على إيداع للمتابعة. ستتم إعادة توجيهك إلى مزود المحفظة الإلكترونية لتأكيد الإيداع. يجب أن يكون لديك حساب لدى مزود محفظة سكريل لتتمكن من الإيداع عن طريقه. أدخل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك وراجع المعاملة. قم بالتحقق من معاملتك باستخدام محفظتك الإلكترونية. سنقوم بمعالجة عملية الإيداع. تم الإيداع بنجاح. في هذه الأثناء يمكنك تتبع حالة الإيداع من قائمة الأنشطة الأخيرة في لوحة التحكم. تحقق من بريدك الإلكتروني أو بوابة العميل لتأكيد عملية الإيداع. هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض عملية الإيداع، منها عدم صحة التفاصيل، أو تحويل مبلغ أقل من الحد الأدنى للإيداع، أو انقطاع اتصالك بالإنترنت قبل إتمام عملية الإيداع. إذا تم رفض إيداعك، يرجى المحاولة مرة أخرى باستخدام بطاقة أو طريقة دفع أخرى، أو اتصل بفريق الدعم للمساعدة. أنت الآن جاهز للتداول. قم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول التي تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.